ماشي نورة خانم، بتقدري تلبسي هلأ. طمنيني ابني منيح؟ لبسي هلأ وبعدين منحكي. هاي لبست، حكيلي طمنيني دكتورة، كيف وضعي الولد منيح؟ كان المفروض جود باك يجي معك اليوم. يا ريت، زوجي مشغول كتير وشغله ما بيخلص أبدا. أنتي طمنيني عن ابني هلأ، هذا المهم عندي. مع الأسف ما فيني طمنك عن ابنك نورة خانم. كيف ما فهمت؟ الجنين ما عم ينمو. كيف يعني ما عم ينمو؟ بصراحة من أسبوع الجنين موقف نموه، يعني من أسبوع فقدتي جنينك. كيف؟ كيف من أسبوع دكتورة؟ هو هون حاسة في جواتي، كل أم بتحس بابنها مزبوط حكي. شوفي نورة خانم، بعرف إنه مو سهل تتقبلي هالشي بسهولة، أنا فهمانتك بس فهمانتيني؟ مالك فهمانتيني؟ ابني هون وأنا بعرف هالشي، أنا حاسة في جواتي عم أحكي معه، لسا امبارح كنت عم أحكي معه ووعدته إنه رح نعمل شغلات كتير. أنت ما عم تفهميني، أنا ابني هون، أنا متأكدة دكتورة، أنا حاسة فيه. Ha ha ha!